بيكم كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم، وطبعا رمضان يعني التمر. رمضان يعني طبعا اي عيله باي مستوى لازم بتدور على التمر، ده اهم حاجه. التمر الطري، التمر الناشف، تمر من اي دوله، احنا بنحب التمر في رمضان. طبعا انتم عارفين ان هو من الحاجات المهمه جدا جدا. واحنا عندنا بس دلوقتي مهرجان القاهره للتمور، فمعانا الاستاذه المنفذه استاذه كريستين. اهلا وسهلا، اتفضلي. هي بقى اللي عامله كل المواضيع اللي هنا لحضرتك. اولا المهرجان كل سنه طيبه. وانت طيبه. قولي لي بقى، المهرجان هنا يعني كل اللي فيه مصري؟ احنا المهرجان دي الدوره الرابعه لمهرجان القاهره الدولي للتمور، هو برعايه وزاره الزراعه وزاره التجاره والصناعه وزاره التموين ووزاره التضامن الاجتماعي والتنميه المحليه. بتعمل السنه الرابعه على التوالي. احنا معانا اكتر من 100 شركه من كل محافظات مصر، من الشمال للجنوب، يعني كل الانواع. كل الانواع. انت عارفه انه مصر الدوله الاولى في انتاج التمور، وعندنا اكتر من 75 نوع من التمر. كل الانواع وكل الاسعار. كل الانواع وكل الاسعار. طبعا تجمع كل الناس دي في مكان واحد بيخلي كل واحد يقدم احسن حاجه وباحسن سعر. عشان كده كانت عنوان الدوره دي اكتشف تمور مصر، عشان نكتشف كل انواع التمور اللي عندنا، التمور المصريه. طبعا بجانب احنا عندنا كام واحد عارض جوه؟ عندنا اكتر من 100 عارض، وفي كمان عارضين من ليبيا ومن الجزائر ومن السودان. ايه ده، يعني في بلاد كمان غير مصر كتير؟ طب حلو جدا يا جماعه، يعني اللي عايز بقى تمور هيلاقي كل الاسعار، كل الانواع، مفيش حاجه مش موجوده. وانا هخش الحق يا جماعه، اجيب لي حبه واجي. يلا بينا. احسن بلحيه انا اجيبها؟ احسن بلحيه هتجيبها هي البلحه الناشفه. بصوا انا عايز اوريكم هنا البلحه الناشفه. بصوا حاجه زي كده اللي تبقى نصها ابيض انت شويه وفوق فيه العسل بتاعها، دي ممتازه جدا وتكون ناشفه قوي. الطري شويه لازم هنحطه في الثلاجه، مش هنسيبه كده. فطبعا التمور دي من اهم حاجه، انتوا تجيبوها وتجيبوها حطوها في الثلاجه، ما تسيبوهاش حتى بعد رمضان كده مره، لانها يعني بتسوس سريعا جدا، ولكن هي من احسن الحاجات في رمضان ولا غنى عنها. وكل سنه وانتم طيبين.